كوتشينه، تقري ودع، تشوفي كده بكره هيحصل ايه. انت متجوزه مش متجوزه؟ كلميني كده. بصي انا متجوزه، ويعني هو انا ما انكرش ان انا يعني انا مش بؤمن بالحاجات دي، بس يعني الحب استطلاع بفتح الكوتشينه. اه بس يعني الحب استطلاع مش اكتر. بتتضايقي لما بتشوفي فيها حاجات مثلا خاصه مثلا قبل ما تتجوزي؟ متجوزه عن حب؟ اه. طيب كنت الاول ايه؟ مشغوله جدا انك هتتجوزيه مش هتتجوزيه، ايه اللي هيحصل؟ احكي لي. اه يعني بصي طبعا هو الواحد بيبقى عايز يعرف يعني المستقبل طبعا وكده، ويعني وشريك الحياه بقى. بس بصي هو انا اسمع ناس كتير، يعني اعرف ناس مش انا يعني بيعملوا الحاجات دي فعلا عشان خاطر مثلا واحده تحبهم. ممكن يعملوا لها سحر. وفي ناس بيبقى معمول لهم يعني اعمال بعد ما بيتجوزوا بيكتشفوا ده. طب لما بيكتشفوا ده بيحصل ايه؟ بيروحوا يفكوها بقى. بس بينفع موضوع السحر ده في انه على فكره انا اعرف واحده فعلا ده حقيقي، كان معمول لها عمل انها ما تتجوز، ويعني يعني قريبتها يعني مش عارفه تقريبا تبقى اخت عمتها يعني حاجه كده يعني، كل شويه تعمل لها عمل عشان ما تتجوز، وهي تروح تفك ويتعمل لها تاني. في النهايه اتجوزت ولا لا؟ ان شاء الله هي الحمد لله اتجوزت. بس ده يعني انا اصلا يعني مش عايزه اقول لك ان انا فعلا مش ببقى مؤمنه، بس من كتر ما بشوف الحاجات دي كتير يعني الواحد بيصدق يعني. لكن ممكن يعني انت بتحترمي الناس اللي بتعمل اعمال عشان يقعوا في حب بعض؟ بتحترمي حاجه زي كده؟ لا خالص. يعني الحب اللي بالعافيه ده؟ لا خالص نهائي، يعني عارفه يعني حرام بجد، مش مقتنعه ليه. طيب يعني حاسه انها حاجه مؤذيه، وليه كل واحد ما يستناش اللي ربنا رسمه له؟ يعني ما يبقاش مؤثرات، يعني ما تبقاش حاجه مؤثره خارجيه. ولو ان في ناس حتى بعد ما بيتجوزوا بيعملوا اعمال، يعني عايزه اقول لك مثلا واحده ممكن تعمل اعمال لنفسها، يعني مش لازم عشان ايه بقى. ممكن تبقى مثلا ما بتخلفش تعمل عمل يعني كده هو يعني ممكن ايه تاني مش عارفه، تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعمل بعد الجواز يعني. النهارده الشباب ممكن ولاد وبنات بيعملوا احجبه، بيعملوا سحر لبعض عشان يقعوا في غرام بعض. انت شايف الموضوع ده هل مثلا حصل لك او حصل لحد تعرفه؟ هو اكيد هو حصل مع حد يخصني كمان، زميله ليا. اه ايه اللي حصل لها؟ حصلت ان هي في مره حبت واحد وكده، بس عن طريق الصدفة ان هي كانت في الاول كمان بتكرهه، فاستغربت ان هي حبته من بعد الموقف اللي هي ان هو يعني حصل معاهم مشكلة وهي ماشية في الشارع ناس تعرضوا لها وبتاع وهو انقذها. تمام، فاكيد انها حيلة، بس في نفس الوقت ايه يعني انا استغربت انها يعني كانت عمالة تتكلم معايا كمان، بتكلم بطريقة غريبة قوي لدرجة ان الحب كان بجنون. وفي الاول لا هي مخطوبه ليه دلوقتي حاليا، وعارفه ان هو كان عامل لها عمل ولا ما عرفتش ولا ايه؟ لا هي ما تعرفش. تمام، بس الله اعلم هو فعلا عامل لها ولا لا، بس احنا كلنا شاكين ان هو عامل، لان هو كان قايل لنا شخصيا ان هو بيحبها بجد وعايزها. تمام، فمعنى كده فجاه تحولت من انها بتكرهه اللي بتحبه. اكيد طبعا. تمام، وفي قصه تانية، واحده كانت على طول كل ما تيجي تخطب ما بيحصلش نصيب خالص، كان في واحده عامله لها عمل، حاولنا ان احنا نشوف الموقف ده عن طريق الدين وعن طريق القران وكده، ما فين وفين على ما لقينا شخص يعني بمعنى صح، فرحنا له كده. طبعا الحاجات اللي بنشوفها في الافلام والمسلسلات وكده عن الاعمال وكده حب يعملها، قلنا له لا احنا عايزينها بالقران وكده، وبالفعل عملها بالقران، فقال هو كده تمام وفك العمل اللي كان معمول لها وكده، والحمد لله اتخطبت من جديد وخلاص ده دخلتها كمان اسبوع. انت شايف رايك ايه في الناس اللي بتعمل اعمال عشان تتجوز بعضها او علشان تقرب من بعضها؟ انا ليا رايين. اولا اول راي لو هو في الخير يبقى كويس، بس يكون الطرفين موافقين على كده، مش طرف واحد يعني، ما اجيبش انا واحده هي مش عايزاني اساسا، او المستوى الاجتماعي ما ينفعش. تمام، واعمل ده عشان خاطر ان انا ايه عايزها بكل الاشكال بمعنى صح، ان كنت انا بقى عايز استولى عليها او ان انا بحبها بجد او ان انا في حاجه من وراها انا عايزها، ده ما ينفعش. لكن لو في الطرفين بقى حب وكده
فمش محتاج بقى ان انا اعمل اعمال اساسا. النهاردة الولاد والبنات احيانا ممكن يعملوا سحر لبعض، يعملوا حاجات معينة عشان يقعوا في غرام بعض، عشان واحد عايزة تتجوز واحد ومش عارف تتجوزه ممكن تعمل له سحر. دي رأيك في الموضوع ده؟ هو يعني بالنسبة للقرآن هو حرام، يعني ما هو قالت لي ان السحر والناس كمان اللي بتعمل بالسحر دي يعتبر هم كفرة، فأكيد بدل يعني ده كفر يعني ده جمع يعني اكتر حتى زي الشرك كده بالله. فأكيد تعرفي حد حصل له حاجه زي كده او قصص عندك حواليكي وناس قرايبك او صحباتك؟ هي ساعات ناس بتنسب ده للسحر، يعني مثلا حد مثلا ما يكونش بيتجوز او كده ومثلا ليها جاره او حاسه ان هي بتكرهها شويه وتلاقي حاجه هبله مثلا في اي مكان تقول اكيد الجاره دي عملت لي سحر، وبعد ما تلاقيها مثلا باسبوع تقول يبقى هو عشان انا لقيت السحر هو اتفك. بس افتكر ان هو ممكن ما يكونش، يعني انا اعرف اصلا خلاص السحر ده بطل، يعني مفيش حاجه اصلا اسمها سحر. ساعات بس الناس بتنسب ده ان هو يعني ده عامل لي سحر عشان كده انا مش هتجوز عشان كده انا مش هنجح، لكن هو مش حقيقه مجرد وهم بس دماغ بعض الناس. في رايك تاخر سن الجواز في بلدنا هل ده يساعد على موضوع الايمان بالسحر وبالتعاويذ وبان في حد عامل لنا عمل والكلام ده؟ هي ناس بتحب دايما تبقى عايز سبب لكل شيء، فهما بيدوروا كده يعني انا ليه ما اتجوزتش، ليه لحد دلوقتي ما خطبتش وانا مش وحشه وانا كويسه وكل حاجه، فبيشوفوا ايه الاسباب، ما بيقولوش غير السحر هو بس اللي علقوا عليه، لكن هما ممكن يعني لو علقوا ان هو نصيب وان هو عشان ربنا عايز كده ان انت مش عايزه لسه ما جاش نصيبك الكويس كان يعني، لكن هما بيحبوا يعلقوا على حاجات شمعات تانية عشان يرضوا ضميرهم يقولوا لا احنا كويسين بس هو السحر هو اللي معمول لنا فمش عارفين نتجوز يعني. بس اعتقد انه ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب، لانه لو حد مثلا بيدور على واحده معينه ولاقيها وهي مش عايزاها فهيحاول يعمل اي حاجه عشان خاطر يوصلها حتى لو ايا كانت يعني، بس طبعا في الاخر ده بيفشل، ولو هو اخدها بالطريقه دي هيدمرها ويدمر نفسه يعني. تعرفي حاله زي دي من يعني تعرفي حاله حصلت؟ اعرف حالات زي كده وهما الاثنين اتدمروا في الاخر يعني. تعرف حد عمل موضوع السحر ده في موضوع الجواز او الحب؟ هو حصل يعني، بس يعني الموضوع اتفشكل في الاخر، كان خطوبه يعني وكان برضو ان اختيار غير موفق يعني بسبب موضوع السحر والحاجات ديت. مين اللي سحر للتاني؟ لا البنت. البنت اللي عملت السحر. احكي لنا كده الحدوته. هي هم جيران يعني يعرفوا بعض من زمان، بس الولد كان مرتبط بواحده تانية فهي عملت حاجه زي كده يعني دجل او حاجات زي كده، ففسخ خطوبته للاسف يعني وخطب التانية ديت، بس وما حصلش نصيب برضو في الاخر يعني، كان اختيار غير موفق يعني. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل انت شايفه ممكن يكون حل لان اتنين لواحد بيحب واحده انه يتجوزها او اتنين بيحبوا بعض انهم يلاقوا موضوع السحر؟ لا ابدا مش هو ده الطريق ابدا يعني، بس هو عامه السحر موجود في القران يعني ودي حاجه بتحصل يعني. ليه منتشر في بلدنا قوي؟ تقدري تقولي لحد ما نوع من اللاوعي او جهل شويه. الجهل هو اللي بيساعد ان الناس تؤمن بالموضوع دي. بالظبط، يعني ان حد يلجا لحاجه زي كده ده بيكون نوع من الجهل يعني. الموضوع انا شايف ان الدنيا سهله مش محتاجه سحر ولا اي حاجه. يعني الشباب والبنات الدنيا زي الفل، بنات دلوقتي بدور على شباب تتكلم معاهم، فانا شايف احنا لا محتاجين سحر ولا محتاجين اي حوارات. لا بس في ناس بتعمل سحر او بنات حتى بتعمل سحر عشان تتجوز. لا ما فيش سحر ولا في اي حاجه، الدنيا سهله، البنت مش محتاجه انها تعمل سحر، هي لو عايزه اي حاجه هتعملها. ايه رايك في موضوع السحر وهل في ممكن ولاد وبنات بيعملوا سحر لبعض؟ اكيد طبعا السحر مذكور في القران وانا ما مجرب حاجه زي كده وعارف حاجه زي كده طبعا. جربتها ازاي احكي؟ يعني مثلا واحد صاحبي خاله اتجوز كذا مره وكذا مره يعني مراته دي بقوا مسافرين وتختفي، جابوا دجال ولا جابوا شيخ حاجه يعني كده، مسافرين مصيف ولا حاجه يرجعوا من غيرها ما يلاقوهاش. في مره جابوا دجال او شيخ رسم له كده حاجه سودة على ايديه واداله شويه زيت كده وهو بص فيها لقى ان مرات خاله دي نازله الميه فعلا، ولحد النهارده فعلا مش لاقينها، ده مش لاقينها. في غير كده وكده الحاجات اللي بنشوفها طبعا في التلفزيون، كريس انجل ده بيطير، في بني ادم بيطير ده من المستحيلات. طب بالنسبه بيمشي على الميه ده الصحراء، بس الحب بقى ان هو يعمل حاجه عشان يحب حد. طبعا هو طبعا ممكن يعمل حاجه عشان سواء ولد او بنت عشان خاطر ان هو يحبها او تحبه يعني. انت شايف ان ده حاجه كويسه صحيحه؟ لا يعني؟ طبعا مش حاجه كويسه ولا صحيحه. انا شايف ان القدر يمشي زي ما هو، انما ان انا اخش في حته ان انا اعمل عمل عشان خاطر ان انا احب بنت او هي تحبني، لا ده غلط يعني. ليه منتشر في مجتمعنا دلوقتي الموضوع ده؟
منتشر عشان منتشر الدجل، الدجل منتشر وفي عدم ثقافة يعني. ممكن يكون تأخر سن الجواز برضو سبب من الأسباب؟ أكيد طبعا، أكيد تأخر سن الجواز ده للفتيات بالذات.